السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا أن نذكر اسم الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم قصتنا قصة حقيقية وقعت أحداثها بفندق بولاية لوس أنجلوس بأمريكا، واسم الفندق سيسل، وأعتقد أنه الاسم مألوف بالنسبة لكثير من الناس، فهي سلسلة فنادق سيسل المنتشرة في كل أنحاء العالم. ومبنى الفندق الموجود بلوس أنجلوس يتميز بعراقته وكلاسيكيته اللي يعني بتدل على الفلكلور لهالمنطقة وآثارها المنطقة. بس رغم شهرة هالسلسلة الفندقية هاي إلا أنه يخلو تماما من أي مظهر من مظاهر الغلاء أو أنه يكون فندق باهظ الثمن، وهذا بسبب أنه في مشاكل مادية بين مالكيه جعلتهم يتركوه مشان يصبح مأوى للباحثين عن السكن الرخيص، واللي صار فيه جعلوا محط أنظار من جديد. فهي يعني أحداث وقصص حصلت بهالفندق، أحداث غريبة ومخيفة ومرعبة راح نقول لكم عنها بهالفيديو. فبداية عام 2016 قدم العديد من النزلاء بفندق سيسل شكوى لإدارة الفندق بتفيد انه المي الجارية بالحنفيات لونها اسود وطعمها سيء جدا، حتى انه احد النزلاء وصف هاي المياه بانها ذات طعم غريب ولا يجد اي كلمة تستطيع انه تصفها او يجيب الوصف تبعها، فيما اكدت احدى النزيلات انها كانت تستحم لكن المياه كان لونها اسود غامق. والغريب بالموضوع انه رغم الشكاوي من النزلاء الا انهم ظلوا موجودين بالفندق حتى اجي يوم بعد شهر من كل هاي الشكاوي، لما قدم احد النزلاء شكوى بالفندق للشرطة مؤكد انه الطعم الموجود بالمي لا يصلح للاستخدام الآدمي، فما كان من الشرطة الا ارسال قوة للفندق لإجبارهم لعمل صيانة لخزان المياه. وما أن قام العمال بفتح الخزانات حتى اكتشفوا وجود جثث تم تحللها تماما، واحدة منهن لشابة كانت نزيلة بالفندق من شهر. وشوف أنت عزيزي المتابع، يعني كل هالنزلاء كانوا يغسلوا وجوههم ويشربوا ويأكلوا من هالماء اللي تحللت فيه هالجثث. هالقصة هاي كتبت جميع الصحف بالتفصيل، وكان على المباحث تقديم إجابة للسؤال لمين هاي الجثة وشو اللي خلاها تتحلل خزان هالماء. الحقيقة إنه المحققين قاموا بوضع افتراضين، الأول إنه الفتاة تم قتلها بالفندق ثم تم حمل جثتها وإلقائها بالخزان. أما الفرض الثاني فكان يؤكد أن هالفتاة قامت بالانتحار، وكان هذا الفرض هو الأقرب إلى الواقع. فالطب الشرعي لم يثبت وجود أي عنف على الجثة، وتبين أن الجثة صاحبتها شابة صغيرة تبلغ من العمر 22 سنة، وإجت لها الفندق كنزيلة ثم اختفت فجأة. أما التحقيقات أنكرت تماما فرضية الانتحار، لأنه إذا كانت الفتاة تنوي الانتحار فمن المستحيل أنه تمر بالباب اللي بيؤدي لها الخزان، لأنه في جرس إنذار للحرس اللي بالفندق، كما أنه مشان توصل للخزان لا كان الأمر مستحيل، فلا بد عليها إذا أرادت أن تصل كان لازم عليها أنها تتسلق، وبالنهاية الخزان في قفل من المستحيل كسره والجثة
وقت العثور عليها كانت بلا ملابس تماما، ولا في جنبيها أي قطعة ملابس. فشلون راح تطلع الفتاة بدون ملابس وتجتاز باب بيو انذار وتكسر قفل وتتسلق الخزان؟ وبالتالي تم تفريغ الكاميرات، فممكن يتم التعرف على اللحظات الأخيرة بحياة هاي الفتاة. وبالفعل سجلت الكاميرات مقاطع غريبة ومخيفة. بتظهر انه الفتاة بتدخل للمصعد وبتتكلم مع واحد غير موجود، مش مبين على الكاميرا، وكمان تتفادى انه واحد يقوم بلمسها مع انها لحالها بهالمصعد، وتبتعد كثير عن ازرار المصعد، لكن المصعد عم بيشتغل لوحده بطريقة غامضة. وهالمقاطع هاي دفعت فريق التحقيقات عشان يغير مسار تحرياته، فأكيد في لغز وراء موت هالفتاة هاي أو مقتلها، وكأن في شيطان هو اللي قام بهالشي. وبالتحري عن تاريخ الفندق تبين أنه كان مسرح للعديد من جرائم القتل الغامضة، فالعديد من النزلاء إما انتحروا فيه أو تم العثور عليهم متوفين. ومش بس هيك، الحادثة المشهورة الدالية السوداء أو الأباليا السوداء اللي تحدثت عنها في فيديو سابق تمت فيه أو بمكان آخر مكان تم مشاهدة الضحية فيه هو هالفندق، وهي على قيد الحياة كان فندق سيسل. وإذا شفنا سجلات الفندق نجد أنه كان المسكن المفضل لمعظم القتلة اللي نالوا البراءة بالاحتيال، مثل المجرم النمساوي المشهور اللي ارتكب عدد من الجرائم بحق النساء، واللي هو جاك أنتروجر، اللي خرج من السجن رغم أنه تمت معاقبته بالسجن مدى الحياة، لكنه خرج بعد ما تولدت لديه موهبة مفاجئة وهي موهبة الكتابة، فصار يبعث قصصه للصحف الكبرى، مما جعل القراء ينتبهوا له وينتبهوا لموهبته هالفذة هاي. واشتهر انه من افضل الادباء في هالوقت، وخرج من السجن نتيجة المظاهرات الحاشدة اللي قام بيها المثقفين، واللي طالبوا باستخراج عفو رسمي عنه من الحكومة. بالفعل تم اطلاق سراحه بعام 2000، وبعد ما خرج وسافر للولايات المتحدة كان نزيل بهالفندق. وخلال وجوده بهالفندق، فندق الأموات، تم ارتكاب 3 جرائم قتل للنساء، ومن الطبيعي انه تتجه اصابع الاتهام لهالسفاح القديم، لكنه فر هارب. والى هاليوم ما تم اكتشاف او حل اي لغز قتل بهالفندق، وما يزال هالفندق قائم وكل نزلاؤه من هالنوعية. السلام عليكم.